صباح الخير دكتور رياض السركيس، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. مش احكي دراسات، احكي شو بنشوف نحن بالشارع. بنشوف وين ما بنروح انه في نسبه عاليه من الاشخاص يلي زايده وزن، وهالشيء عم يبين اكثر عند الاولاد وعند المراهقين. يعني دراسات بتقول مرات واحد على ثلاثه، مرات واحد على اربعه، حسب وين، بس صرنا بنشوفهم بالعيون. اليوم موضوعنا دكتور السركيس هو على العمليات يلي فينا نعملها أو لا على المراهقين، شو هي الشروط لناخد قرار أنه نعمل عملية versus مثلا أنه نغير نظام حياتنا، رياضة، غذاء، إلى آخره. صباح الخير للجميع، موضوع كتير مهم وبشكرك لهال الموضوع يلي ضروري جدا نلفت نظر. أهم شيء الأهل، لأن أكبر سبب بسمنة المراهقين هن الأهل قبل ما يكونوا هن دخلوا بهالمرض الخطر يلي هو السمنة. المراهق عادة من 30 سنة وقبل ما كان في سمنة، كانت السمنة تقريبا أقل من 10%، وأكثر الأوقات نلاقي أشياء مرضية سببت السمنة. نعم. حاليا صارت السمنة هي سبب الأمراض، لأن عم بيتغير نوعية الأكل، واليوم بالذات صار المراهق مستقل كتير عن أهله، عنده أصحابه، الأكل اللي بيأكلوه، المطاعم اللي بيروحوا لها مش ذات مطاعم الكبار بالسن يلي بيروحوا بيتزوقوا وبينتبهوا كل لقمة شو عم بيأكلوها. دونك صار في تغير في نوعية الأكل، بما أنه اليوم دخل بالغذاء بكتب البارياتريك سيرجري، بس نشغل جراحة للسمنة، في تنويع بالأغذية، في غذاء اسمه غذاء الشرق الأوسط. نعم. يعني اليوم ما عاد هو نفسه عند تغير، يعني غذاء الشرق الميديترينيان دايت يلي هو زيت زيتون يلي هو خضرة وهالمازة يلي خفت زيت زيتون، وفي كتير تبولة وفتوش، وهيك الواحد بيأكلهم وبيعرف بده يأكل لحمة، بس بيكون أكل 70% أشياء خضرة قبل ما يوصل لللحمة، أوريدي كتير منيح. لكن بس الشباب الصغار والصبايا المراهقات بدهم يبلشوا بالهامبرجر والهوت دوغز والأشياء والجانك فود، وياخدوا الفرايتس بكل أنواعه، ما بقى في محل للخضرة، شغلة كتير كتير خطرة. سببنا السمنة. السمنة والنصح يلي هي للأسف عم تكون 30-40%، عم بحكي مراهقين. نعم. بين المراهقين هالسمنة بدها تسبب لهم أمراض كتير لبعدين. اليوم ما رح نفتح موضوع خطر جدا هو سمنة الأطفال، لأن أصغر ولد عمره 3 سنين عمل له عملية بأمريكا، وزنه 110 كيلو. 3 سنين 110 كيلو؟ yeah. دونك في حالات كتير كتير بتكون خطرة. هلا كمان بأمريكا، يعني اليوم عم بقرأ إنه في تشين منزل برودكت جديد 3400 كالوريز. يعني بدك تركض 12 ساعة لتروحهم. أنت بالنهار منك عايز أكثر من 1800 بركي. ننتبه كتير من كل شيء اسمه دايت، لأن في مواد حافظة، في مواد ملونة، وفي مواد ضد السمنة. هي بحد ذاتها ما بتعطي السمنة بالفات، بس بتعطي حفظ ماء وتنفيخ وصعوبة ميتابوليزم، والواحد بيكون عم بيخدها طيضعف بيقوم بينصح. دونك الموضوع كتير كتير دقيق عند الشباب والصبايا للأعمار اللي بلشوا بالمراهقة، يلي عم ينمج جسمهم، يلي عم يتحضروا لحياة جسم كامل ويحضروا حالهم لعائلة، بهالعمر عم بينضربوا بالسمنة، هذا بده يسبب لهم مشاكل كتير كبيرة بالمستقبل. لذلك اليوم دخل سمنة المراهقين ببرنامج العمليات، لأن ما بيسوى الشاب هو عم بمراهقته يكون وزنه كتير كبير بوضع خطر. بالهرمونات بتتأثر من وراء السمنة؟ كل شيء بتأثر، خاصة بالمراهقين. هذا موضوع خطر، إنه الصبية المراهقة والسمينة بصير يطلع لها شعر، لأن بيقوى الهرمونات الذكرية، والشاب السمين بيكبر صدره وبيقوى الهرمونات النسائية، هذا إكليبر داخلي. نعم. دونك لبعدين بده يصير في كتير أذى لهالشاب ولهالصبية. لذلك لازم نحن بوقت المنلاقي في خطورة على جسمه، لح يحضر سكري أكتر، لح يحضر ضغط ودهن بالدم أكتر، ومشاكل للقلب أكتر. دونك الموضوع كله، وللأسف للأسف مع أنه شغلة بشعة بس لازم نقولها، لح يصير عنده سرطان أكتر من الولد المش سمين. دونك الولد من طفولته وبمراهقته اللي بيكون ناصح كتير، هيدا معرض أكتر. ونحن عارفين أنه الكانسير عم بيزيد، يعني هيدا عنصر الأهل ما ينبسطوا أنه ابننا ناصح اسم الله
اسم الله تكون صحته منيحة ونمنع النصاحة. صار في بجوز تفكير معين انه هلأ مش هذا الموضوع بس رح أقوله بشكل سريع انه مثل كأنه صارت تقريبا جريمة، يعني الغذاء الغلط من قبل الأهل ومن قبل المجتمع. نعم. صار في مثل كيف الدخان مأذي. نعم. كيف بركي في ناس بتحكي عن بعض المواد ان كانت انرجي او غير او صوفت او أساس، في مسؤولية هون اجتماعية. هلأ أنا بدي أروح لموضوعنا اللي هو العمليات مع الدكتور. كنا نقول إنه العمليات بركي بنتركها كآخر آخر شغلة بنعملها. اليوم صار في داعي، صار في إنه لازم نتصرف ونتصرف بسرعة. شو هن العمليات يلي عم نقدمها للمراهقين، وهل جسمهم بتقبل عملية بتشيل 30% من وزنهم؟ نعم. اللي بالغ بالعمر بيجي مرات لحاله لعندي، مع انه انا ببعته عند طبيب اندوكرينو وطبيب نفسي ونعمل له دراسه كامله قبل، لكن المراهقين اجمالا اطباء الغدد واطباء التغذيه واطباء النمو هن بيبعتوا لنا اياه بيقولوا لنا بليز بدنا نعمل عمليه لان هالشخص دخل بنمط سمنه خطره. والدراسات بينت انه زيت العمليات اللي بنعملها عند الادولت نقدر نعمل عند الادوليسان التين ايرز، يعني المراهق، يعني الرجلين والمراهقين اثنيناتهم فيهم العمليات نفسها، لكن مندرسها كتير بدقة. كتير منفضل عمليات التصغيرية عند المراهق أكثر من العمليات التحويلية. يعني مزبوط أنه خف الباي باس، يعني منفضل منفضل أقل الباي باس، خصوصا الباي باس عند الصبايا ما منحب كتير، وبعدها صبية صغيرة وبعدين بده يجي العمر وبعدين في الولادات وهيك الحمل. كله نعم. هذا أكيد الدراسات بتقلنا نتجنب هالعمليات الكبيرة، لكن بذات الوقت عمليات تصغيرية ولا سيما عملية السليف يلي هي بنسميها بالفرنش الجاستريكتومي أو مانشون أو التصغير العمودي. نعم. أوكي. والعملية الرينج يلي هو الأنو بعد له بعض المحلات ما بنستعمله كتير، بس في محلات ضروري يستعمل. أفانتاج دخلك الرينج إنه في بتنشئ يعني ريفيرسيبل، صحيح يا ملا؟ ريفيرسيبل يا، بس البروبلم إنه بهالعمر وقت ما نحطها بدنا ننتبه لنفسية الولد وندرس مع طبيبه مع البيدياتر تبعه، ومع لان بعدنا عم نشتغل مع اولاد لان العمر ال16 بعده بيدياتر بيتابعوا للولد. دونك صبيه عمرها 12 سنه بلش يتغير جسمها، بلشت مراهقتها ووزنها 120 كيلو، شو بدنا ننطر بعد شوي؟ هلا حتطلع كثير ناصحه وما تربح طول. ما تنسى انه نحن بس عم نظبط وضع الاكيليبر الهرموني رح يرجع الطول احسن، السيكل رح يكون احسن والسيستم كله احسن. يعني لكن رينج اوبسيون، تصغير المعدة. تصغير المعدة هو عملية جراحية. شو بتسبب؟ مبدئيا كل العمليات المراهق دخل بالبرنامج من بعد ما مرق علينا 20 سنة شغل عند البالغين، وعند المراهق ضروري نعرف كل العمليات تنعمل بالنضور، ما في فتح بطن. وعملية المراهق بالفعل هي عملية أسهل لأن الدهن الباطني بيكون أطرى والشغل فيه أسهل. نعم. لذلك دخلت هلأني وفي بروجرام كتير دقيق ووصلنا بنعرف شو الأشياء اللي بتساعد المراهق. ما لازم نعمل عملية ونأذيه كتير نفسيا، لأن إذا بنعمل سيستام وما يعود يقدر يأكل أبدا كتير رح يتضايق ويعمل تعصيب وينرفز. لكن وقت اللي عم يصغر بطنه ويتحسن جسمه، والصبية اللي عم ترجع تلاقي نفسها الضايعة بهال بتشجعوا بتضاريس الدهن بجسمه عم تختفي ويرجع يبين الجسم السليم الجميل، وصارت تفرح تتأمل على حالها بالمراية، ما عاد هم كمية الأكل، صارت تاخد نوعية تتغذى وذاتس ات. دكتور سركير ميرسي كتير، بركي بنرجع نقعد نحكي مرة تانية عن البدنة عند الأولاد صغار. مشاهدينا مثل ما لاحظتوا اليوم تحية مميزة جدا من الام تي في للجيش اللبناني بمناسبة عيده. لاحظتوا انه خلال النهار عم بيقطع هيك افلام صغيرة كتير، تحيات من سياسيين من فنانين ام تي في اشتغلت عليهم وعم بتقدمهم خلال النهار. هالشي اللي سمعتوا كله من كلمات الشاعر نزار فرانسيس، كان لابد انه نتصل فيه بس ناخد يعني هيك كلمة منه بهالمناسبة. الو الو، يعطيكم العافية. صباح الخير. صباح النور. قال كيفكم؟ كيف صحتك؟ الحمد لله نشكر الله. استاذ نزار، اليوم عم نسمع هالفنانين وهالسياسيين عم بيقولوا كلامك الحلو كتير بمناسبة هالعيد. كيف صارت هالمبادرة مع الام تي في؟
هي حلوة الالتفاتة كانت من والمبادرة من أم تي في. مثل كل مرة وكل سنة أم تي في عندها حضور كتير داعم وقريب من المؤسسة العسكرية بهالبلد. كان لنا بالسابق كمان أغنية غنوها عائلة الأم تي في كلها منا وفينا لو فينا صحيح. والسنة كمان كانت الفكرة أنه يعملوا التفاتة شعرية لأنه الموقف كمان بالكلمة حلو. نعم. فكانت الفكرة أنه نجمع سياسيين وفنانين لأنه هودي الشريحتين من المجتمع عنده الناس بتحبهم وعنده الناس بتعبر. كانت صعبة يلتقوا هالفنانين بعتقد بعد أهين من السياسيين يلتقوا. إذا بتلاحظ كمان إيه صحيح جبنا كانوا الفنانين من كل الفنانين غير السياسيين، السياسيين كانوا من أطراف متعددة. فالحلو أنه قد ما يصير في تجاذب سياسي، المساج اللي بدها توصلها الأم تي في هي أنه قد ما نكون نحن عندنا آراء مختلفة إذا بدك بهالبلد من الناحية السياسية، بس الرأي الواحد هو اللي بيجمعنا، هو محبة هيدي المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني. هيدي شغلة كتير حلوة، كلنا منتفق على محبة الجيش، كلنا منتفق على أنه نكون داعمين لهالمؤسسة يلي منا وفينا ويلي نحن لنا حصة فيها وهي لها حصة فينا، يلي نحن شركة فيها. بمجرد ما يكون لنا قرايب وأهل ومن كل بيت في ناس لبست هالبدلة العسكرية، فنحن قلنا حصة بهيدي المؤسسة، وهيدي المؤسسة اللي جامعتنا كلنا من كل الأطياف. خلوا التجاذب السياسي على جنب وكل واحد يقول رأيه مثل ما بده بهالوطن، إنما خلونا كلنا نضل نتلاقى على حب هالمؤسسة وعلى دعمها وعلى وجودها وعلى وجودنا حدها وعلى بقائها أنه تكون هي راعية وحامية لبنان. شكرا للاستاذ الشاعر نزار فرانسيس. هلا رح نشوف كلمتك لك، بس بدي اذكر انه بتقرير على الاخبار الليله على ام تي في رح يكون في الميكينج اوف وكواليس هالتحضيرات. خلينا نسمع لك هنا كلمتك لك استاذ فرانسيس. مهما شعري تعتب الايام بتضل عندي ما حدا قبلك، ولو جف كل حبر من كل الالام من حبر دم القلب بكتبه. كلنا للجيش كلنا للوطن، هذا كان نهارنا المميز اليوم بمناسبة عيد الجيش. دكتور سركيس مرسي لوجودك معنا. مشاهدينا بعيدكم مرة جديدة، بشوفكم قريبا شخصيا، بشوفكم نهار التنين، بنلكم ويك اند حلو كتير. باي باي.